فالله سبحانه وتعالى أخفى بعض أوليائه في عباده لكي لا نظلم أحدا، لا نستخف قدر أحد بملابسه. يقول لك هذا الستايل ما عجبني أنا، الستايل هذا مال الفقراء، مال المعممين، مال الحوزة، مال المتدينين. خلي على الفطر هذا، زيارة زيارة مخربطة، بيته بيته مخربط. لا حبيبي، أكو ناس، بعض الناس أعلى قدرا منك ومن الذين حولك، الله سبحانه وتعالى رفعهم بدون ما تعرف أنت، وبدعاء واحد يقلبون الأماكن كلها زهور، ولكنهم بسطاء. يعني أكو أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني بنظرك الذين كانوا يهددون الإمام في حرب صفين البارحة كلمت عنه، هددوا الإمام بأنه إذا ما سوي تحكيم فسوف نقتلك أنت وجماعتك كلكم. هم الذين كانوا في جيش الإمام الخوارج. الإمام شو سوى؟ قتلوه؟ قال لكم كل الحرية. نرجعوا إلى كلام أمير المؤمنين، لديكم كل الحرية، ولكم أن تأتون إلى مساجد المسلمين وتصلون فيها وتذكرون الله سبحانه وتعالى، ولكم من بيت المال كما لباقي المسلمين حتى تسلوا سيوفكم عليهم. هناك رأس الشيطان.